واخويا شحب الخاطر، فيلم هندي، فيلم امريكاني، بيت ماتش ديال الريال، ماتش ديال البارسا، بيت العونيات، الراي، راه كلشي موجود، بغيتي حتى النشره الجويه راه عندي. اصبر اصبر اصاحبي، غنقول لك اصبر. اجل السلام عليكم. كما كتعرفوا الامريكانيين عندهم واحد المنطقه كتجمع جميع الشركات المتخصصه في التقنيات الحديثه. هذه المنطقه بطبيعه الحال هي منطقه سيليكون فالي اللي كاينه في ولايه كاليفورنيا. والمغاربه لحقاش كيقلدوا كل شيء. قالك تما عندهم واحد المنطقه سميتها موروكو سيليكون فالي، وهاد البلاصه كلكم كتعرفوها وضروري غتكونوا مشيتوا ليها، وهي درب غلف. درب غلف. درب غلف. سوق درب غلف. سوق درب غلف. سوق درب غلف. درب غلف بحال سيليكون فالي، والله عطينا وجهكم اخويا. انا ما قلت والو، المغاربه اللي كيقولوا زيدون درب غلف راه معروف داخل المغرب وخارج المغرب. شوف على الممثلين ديال هوليود شنو كيقولوا عليه. طول مون عفاك فوار لو فيلم حق، ماشي في الدار مغلف الله يخليكم. درب غلف كما كتعرفوا هو واحد السوق تقدر تلقى فيه اي حاجه خطرت لك على بالك. كارتاتيلي، تلفازات، بورتابلات، سيديات، بارابولات، لي جو، الافلام، ماتشات، وحتى العراسات. والله الا ولدي كنمشي لشي عرس كتولي خايف لا تلقى راسك الغد في شي سيدي في درب غلف. راه والله الا ولينا حنا المغاربه اي حاجه لقينا فيها صوت وصوره خصنا بيراطيوها. وحنا المغاربه تبارك الله عارفين الحاجه مبيراطيو وكنتقداوها وما كاين حتى مشكل. فيلم باقي ما خرجش في الميريكان تنشوفوه هنا الحمد لله. الحمد لله الافلام الامريكيه كنتفرجوا فيهم قبل الامريكانيين. اللهم قوي ايمانه يا رب. ولي كيضحكوني وكتلقى شي حاج عنده 70 عام قلت له هاز واحد ديكودور وكيضرب في درب غلف باغي فلاشي. وليدي ها العرله ما عتقونا، واش لقيتو الكود ديال تي بي اس؟ والحاج واش بديتي شي تي بي اس غادي يعضرك؟ سير شد عرس لا تبارك عليك وعلى مد الناس والله. ولكن صراحه اللي جيتي تشوفو دوك الناس اللي خدامين في درب غلف راه جنون صافي، واي حاجه لقاو ليها الحل، اي حاجه صعبت عليك كتسهل عليهم. غير ما واحد القضيه ما عمرهم ما يعطوك راس الخيط ولا تعرف سميتهم الحقيقيه، وكتلقاهم كلهم عندهم جوج سميات، الاسم الحقيقي واسم مستعار بحال دوك المطربات زعما. تلقى واحد مسمي راسو العوفير، الاخر مسمي راسو الجن، الاخر مسمي راسو زريرق، زعما راه حاضين رسوم وتحسبا لاي طريق زعما. يا سيدنا شكون اللي داها فيكم؟ راه كلشي عارفكم كتبراتو وكتفلاشيو وميك عليكم. واحد الصحافه عندنا تما قالك عا كيزيدو ينفخو فيهم، كتلقاهم كاتبين ليهم بالخط العريض عباقره درب غلف يهزمون الجزيره الرياضيه. وفاش كتمشي لشي محل في درب غلف كتلقى شي واحد شاد شي بورتابل ولا شي ديكودور و40 واحد مجوقين عليه بحال رقعه الولاده، وكتلقى كلشي كيشجع فيه وكيتسناو يشوفوا داك العجب اللي غيخرج من بين يديه. امدرج لقيتي الكود ولا مازال؟ هني نصح ديك البيرسو زعفك. انا سيدي مبروك بغيتي القنوات ديال طنزانيا دابا تشدهم. انا سيدي ولكن واحد السؤال اللي كنطرحوه، واش هاد الناس اللي خدامين في درب غلف واش فعلا عباقره ولا غير كنزيدوا فيه؟ هو الصراحه كاينين فعلا بين هاد الناس اللي عندهم الدبلومات في هاد المجال وعارفين الحرفه ديالهم، وكاينين الناس اللي كانوا كيخدموا في شركات كبيره متخصصه والتحقوا في درب غلف من بعد، ولكن الاغلبيه راه غير تلحوا لهاد المجال ومع الوقت اكتسبوا خبره وتجربه ولاو محترفين بكل بساطه. والاغلبيه ديال هاد الناس كيعتمدوا على الانترنت سواء باش يلقاو لي كود ديال لي ساتيليت ولا باش يلقاو لي كود ديال لي بورتابل. والاغلبيه ديال هاد لي كود كيجيو من قرازينه كبار، كاينين في البرازيل، كاينين في تركيا، والاغلبيه ديالهم كاينين في روسيا. واللي لاحظنا مؤخرا ان بزاف ديال الناس كاع مابقاش كيمشيو لدرب غلف اصلا، يعني الافلام والكود وليتي تقدر تيليشارجيهم بوحدك من الانترنت، وحتى ريباراسيون ديال الماتيريال ولا ديال التليفونات وليتي تقدر تعلمها بوحدك في الانترنت. ولكن اخويا هذا ما كيمنعش اننا خصنا نشوفوا شي حل لهاد درب غلف. واش بغيتينا نديرو ليهم؟ راه بنادم كيترزق وصافي. وتقول لي كيترزقوا واش شوف واش كيحصلوا واش كيلقاو عندهم. العملية مكنت أيضا من ضبط 4 حواسيب من النوع المتطور و17 حاملا لآلات نسخ الأقراص و166 ناسخا، بالإضافة إلى 4 طابعات بالألوان مع مواد صباغية. أيضا مكنت عملية الاعتقال من حجز سيارتين رياضيتين فارهتين ودراجة نارية رياضية كان يملكها المزود الرئيسي لسوق درب غلف. ورا السيليكون فالي ديال الامريكان وما عندهمش الماتيريال اللي عندها دخينه، ورا داكشي اللي قلت لك راه خصنا نلقاو ليهم شي حل صح. اجي انت من الصباح وقاس هي درب غلاف والبيراطاج خصنا نلقاو ليهم شي حل. زعما عمرك استعملتي شي بروغرام بيراطي؟ رشيد صبر صبر نقول لك شي حاجه عفاك صبر. واش شفتو ها اللي قلنا؟ وعاد الله يخلي لنا ديك لادي يا سهل واقولوا باز وصافي. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه.